اما جينا نتكلم عن هذه الصيغة ولقينا ان مصر ما تتكتفش في الخمسة ستة في المية اللي ساكنة فيهم، قلنا عاوزين توسع عمراني جديد في خمس مناطق. سينا، هشام اتكلم وانا عاوز اكد، سينا قبل ما تبقى موضوع للتنمية الاقتصادية، قبل ما ببص لها باعتبارها منجم ذهب للفلوس، انا ببص لسينا باعتبارها اهلها. المواطن المصري في سينا سينتهي التمييز ضد اي مواطن سيناوي ويعيش زيه زي اي مصري بدون تمييز في التعامل معاه، بدءا من الطريقه اللي بيدخل بيها الاجهزه اللي بتتسمى سياديه. انت لان ضابط الشرطه قدام الفندق اللي احنا فيه ده ما يفوتش ملاكي كفر الشيخ ويوقف ملاكي شمال سيناء كما لو كان يوم دمة المقصودين. عاوزين نعيش في البلد دي بدون تمييز. باختصار، سيناء اللي اهلها بيتمتعوا بحقوق المواطنه بما فيها حق التملك، هي اللي نقدر نستثمر فيها، وسيناء تقدر تقوم باقتصاد مصر لوحدها. وعاوز انبه ان سيناء اتنين الساحل الشمالي الغربي بعرض 20 كيلو من الشاطئ. احنا طبعا ربنا رزقنا بمنهج في التفكير خلينا عملنا جدار من الاسمنت في المدن السياحيه، واي حاجه بعده مش موجوده، كما لو انه يحجب التنميه عما بعده وبيحتكر التنميه والشاطئ. لا، مش على قد القريه السياحيه بتاع اللي ربنا فاتح عليه، احنا بقى هنفتح بامر ربنا على الناس اللي يستحقوا لمسافه 20 كيلو منطقه تستوعب نهضه سياحيه وصناعيه وزراعيه وعمرانيه وسياحيه، مجتمع جديد في الساحل الشمالي. التوسع الثالث في ضفاف بحيره ناصر ارض النوبه القديمه، مصدر للخير، قدرة ان احنا نعمل زراعات بيئية نوفر بيها انتاجية وما نلوثش بحيرة ناصر اللي هي مخزوننا، وهي في نفس الوقت فرصة لنعطي اهلنا المصريين من النوبة حقهم في العودة الى قراهم القديمة كما كانت باسمائها وثقافتها المحلية وباحترام لخصوصيتهم في اطار وحدة هذا الوطن. وما يقال كثير، واللي عند الشعب ده اكتر وابدع واجمل. هنحط برنامجنا واحنا بنعلنه النهارده، لكن بنقول ان وقت اعلانه هو وقت النقاش معاه. معانا شركاء اساسيين في حمله الرئاسه، قوى اجتماعيه ترانا أكثر قدرة على أن نلمس مزاجها ونعبر عن حلمها في الأجيال الجديدة من شباب مصر. قوى اجتماعية ترانا أقرب للدفاع عن مصالحها، فلاحين وعمال وعمالة باليومية موسمية وغير منتظمة، واللي بيطلع منهم من داره الصبح بيقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم مش ضامن يرجع بأكل عياله ولا لا. وطبقة وسطى نحن الأقرب لرؤيتها وانحيازاتها والتعبير الثقافي والاقتصادي عنها. احنا أكتر، احنا أغلبية نستطيع أن ننتصر في هذه المعركة بإذن الله. البرنامج ده بيعبر عن رؤية هذه القوى الاجتماعية، وكمان بيعبر عن شركاء سياسيين يهمني أن أوجه إليهم تحية احترام جميعا. حزب الدستور، بحيي هذا الحزب والدكتورة هالة شكرا الله وشبابه وما أعطانا من طاقة في هذه المعركة. حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بحيي الأستاذ طلعت، الحزب اللي بأشرف بإني
انتميت إليه وشاركت في تأسيسه وبفخر بذلك حزب الكرامة مهندس محمد سامي، والتيار الذي شرفت بأن أكون واحداً من مؤسسيه التيار الشعبي المصري الدكتور عمرو حلمي، وحزب العدل الذي نشرف ونفخر بأنه يقف معنا، والقوى والحركات الثورية والشبابية التي أعلنت تأييدها. عندنا عشم ويقين. كل اللي في يوم من الأيام طلع بقلب صافي كده وقال يا رب، ووقف في وسط الشعب كده وقال يا شعب، وشارك في 25 وفي 30، حتى لو كانوا مقطعين احنا بنحبهم وبنحترمهم، ولحد يوم التصويت مستنيينهم يكملوا معانا معركتنا الواحدة لنصر هذه الثورة. حاسس ان في كتير ممكن اقوله، لكن احنا خدنا من وقتكم اكتر. باذن الله برنامجنا هو عقدنا مع شعبنا، بندعو شعبنا انه يفكر فيه ويطوره ويساعدنا في انه يكون برنامج ادق وافضل. وبشكر كل اللي اعطوا هذا الوقت، وادرك انه كان طويل، بشكرهم جميعا، وبدعو اخواننا الصحفيين زي ما ذكرني اخي العزيز حسين عبد الغني بان لهم فرصه اسئله، فاحنا سنلتزم بها وهنبدا من هنا من عند وكاله او تدير الاستاذ حسين بعد اذنك.